وصلنا معاكم، رجعنا لكم تاني. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استوديو الحريفة. هنأجل فقرة ضربة حرة لبعد الفقرة دي إن شاء الله. بكرة عندنا مباراة قوية جدا مع فريق أوكلاند سيتي نيوزيلاند كأول مباراة في بطولة كأس العالم للأندية، فعايزين نسخن كده ونعرف كل حاجة عن المباراة ونعرف طريقة لعب المنافس، نقط قوته، نقاط ضعفه، مين اللاعبين اللي نخاف منهم، بس احنا ما نخافش من حد طبعا. هل المباراة صعبة ولا سهلة؟ كل ده هنعرفه مع الناقد الصحفي اللي منورنا إسلام محمد. أهلا بيك ومنورنا، وإحنا جاهزين لك النهاردة وجاهزين عايزين نشتغل شغل عالي ونعرف بقى كل حاجه منك. ازيكم يا حريفه؟ ازيك انت؟ منورنا. عامله ايه؟ طبعا مبسوط ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، طبعا بيتنا الكبير يعني، وان شاء الله كده باذن الله نبقى وشنا حلو بقى على النادي الاهلي وتبقى ضربه بدايه موفقه. الاهلي المره الثالثه على التوالي في كاس العالم للانديه. هنتكلم بقى في حاجات كتير. هنتكلم في حاجات كتير ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمنا بكره وتبقى حاجه مميزه ونبدا ان شاء الله بفوز مهم جدا، ده هيفرق معانا في مشوار البطوله باذن الله. نبدا بالتصريحات الاول. نبدا بالتصريحات كولر اللي كانت عندنا تصريحات فعلا لكولر. خلينا نبدا اول حاجه، اول تصريح من تصريحات مارسيل كولر: هدفنا الوصول لابعد نقطه وتركيزنا حاليا على مواجهه اوكلاند. كمان قال المدير الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه أكد على استعداد الأهلي القوي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، موضحا أنه هدفه الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة. وأضاف كولر أن تركيز الجميع حاليا ينصب على المواجهة الأولى اللي هي أمام فريق أوكلاند سيتي والسعي للفوز بها، لكن لا أحد يعلم كيف ستكون ظروف المباراة. وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن فريق أوكلاند سيتي منافس قوي وخاض معسكر تحضيري للبطولة في أسبانيا ولم يتعرض للهزيمة من فريق برشلونة، وهو ما يظهر أنه ليس ضعيفا، خاصة أنه بيمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق. وقال كولر كمان ان قائمه الفريق في البطوله خاليه من الاصابات وان جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهه، موضحا ان محمود عبد المنعم كهربا ضمن قائمه الاهلي في المونديال، بينما احمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري خارج تلك القائمه. وضح المدير الفني للاهلي ان التركيز يسيطر على الجميع سواء الجهاز الفني او اللاعبين قبل مواجهه الغد، ونفس الامر هيكون يوم المباراه، خاصه ان التفاصيل الصغيره هي التي تفرق كثيرا في تلك المواجهه، وهناك ثقة كبيرة من اللاعبين بأنهم سيكونوا في قمة التركيز لتقديم مستوى قوي في اللقاء. واختتم المدير الفني الأهلي تصريحاته أن الأهلي يمتلك مرونة كبيرة بشأن خطط اللعب في المباريات، حيث تتحدد خطة اللعب دائما حسب استراتيجية المنافسة وطريقة لعبه، ولدينا القدرة على فرض أسلوبنا في أي مباراة، مؤكد أنه لم يحلل كل فرق البطولة لأن التركيز كان منصبا على مواجهة أوكلاند غدا فقط لأنها الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة. تعليق بصي الحقيقة كولر دايما بيشتغل على المجموعة، على التوتال بتاع اللعيبة، وليس لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. دايما في الأهلي بتلاقي سيستم يا هندو يا أميرة ماشي معين، ما بتلاقيش إن المدير الفني بيتعامل مع مجموعة من اللاعبين حتى لو ما بتشاركش مع الفريق، لا بتلاقي دايما بيتعامل مع الكل على أساس إن هو فريق واحد. هو دايما الأهلي دايما حلاوه الاهلي لو رجعنا عبر التاريخ هتلاقي ان هو كله الكل في واحد. ما بتلاقيش اللاعب الواحد او ان المدير الفني بيتكلم مع لاعب ولاعب لا، زي ما بنشوف في انديه ثانيه يعني. فالحقيقه كولر الفتره اللي فاتت انا تحديدا كمان يعني بكون متواجد دايما في معظم مباريات النادي الاهلي او حتى في المؤتمرات الصحفيه، الراجل دايما عنده ثقه في اللعيبه، عنده ثقه في الجمهور. لما بيجي يتكلم عن لعيبه النادي الاهلي ما بيحاولش ان هو دايما يضغط على اللعيبه يا هند ويا اميره، لا دايما بيدي كل لاعب حقه. ما بيحاولش يخلي ان اللاعب ده في حته بعيده عن كل اللاعبين وده لا. الاهلي دايما معودنا على انه في كاس العالم الانديه بيقدم مباريات كبيره جدا. المشاركه الثالثه على التوالي هي مشاركه بالنسبه للنادي الاهلي هتكون مشاركه مميزه جدا، يعني في انديه لو رجعنا على مر التاريخ كده هتلاقيهم حتى في عز ما كانوا خدوا بطوله افريقيا يعني من 15 او من 20 سنه، للاسف هي البطوله اتلغت ما شاركوش فيها، ولكن الاهلي للمره الثالثه على التوالي وللمره الثامنه في تاريخه اعتقد ده
انجاز كبير جدا. تصريحات كولر هو يعني طبعا القايمه حق اصيل للمدير الفني، سواء ده شارك او ما شاركش او ده دخل في القايمه او ما دخلش، هو حق اصيل للمدير الفني، لان هو اللي هيتحاسب فقط لا غير عن القايمه اللي هتكون متواجده معاه في كاس العالم للانديه. وجود كهربا تحديدا في القايمه اعتقد ده وجود مهم جدا. عوده كهربا والتالق اللي احنا شفناه خلال المباريات اللي فاتت في الدوري، تسجيله في مباراه سموحه، تسجيله في مباراه الزمالك، اعتقد هو حاجه مهمه جدا. انا شخصيا على المستوى الشخصي لما بكون في المباراه وبعد في المؤتمرات الصحفيه دايما بوجه له سؤال عن كهربا. الراجل متمسك بيه بشكل كبير جدا. الراجل بالنسبه كهربا بالنسبه لكولر هو ايقونه داخل النادي الاهلي، بيحل له مشاكل كبيره يا هند ويا اميره داخل الملعب. ممكن تلاقيه طرف، ممكن تلاقيه في راس الحربه. كهربا من النوع اللي انت بيفاجئك دايما، ملوش ملكه يعني، ما تعرفيش تمسكيه، جاي لك منين ما تعرفيش. فالحقيقه اضافه قويه جدا. قائمه النادي الاهلي قائمه محترمه جدا، فيها لعيبه على مستوى عالي جدا. لو تفتكري لما كنت معاكم في الحلقه اللي فاتت معاكم وقلت لك ان خالد عبد الفتاح ومروان عطيه هنشوف لا حاجه مميزه جدا. الاثنين لعيبه اثبتوا ان هم عندهم روح النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. اتكلمنا عن تيشيرت النادي الاهلي لو تفتكروا برضه، وقلنا ان مش اي لاعب يستحمل تيشيرت النادي الاهلي. اعتقد ان هو معاه قائمه مميزه جدا. الاهلي عينه مش على المركز الثالث بقى، لا احنا خلاص تخطينا بقى المرحله دي. نتمنى وليه لا، نتمنى ان الاهلي نتمنى ان الاهلي يتوج باللقب، نتمنى ان هو يروح للمباراه النهائيه والكل حدث الحديث بعد كده ان شاء الله. اعتقد هي دي الروح، يعني هي دي الروح طبعًا اللي الاهلي رايح بيها. طيب كلمنا بقى كده عن الفريق، احنا 28 كلمنا عن الاختيارات اللي كولر عاملها. بص زي ما اتفقنا ان اختيارات كولر للاعبين هو حق اصيل للمدير الفني، محدش يقدر يختلف. دخل مين بقى في القايمه، طلع مين في القايمه، اصل هو استحاله هياخد اللاعبين كلهم. يعني انت لو بصيتي في كل مركز في النادي الاهلي هتلاقي في لاعب واثنين وثلاثه واربعه كمان يا هند. فاعتقد ان هو من يتحمل المسؤوليه في الاول وفي الاخر. في النادي الاهلي دايما مجلس إدارة النادي الأهلي لا يتدخل في شؤون كرة القدم، هو بيسيب المدير الفني هو يختار من يشاء، لأن في الأول وفي الآخر أنا كمدير فني أنا اللي هتحاسب. يعني أنا ما فيش حد، أنا اللي هتحاسب، سواء خدت الشحات، خدت كهربا، طلعت كريستو بره القايمة، طلعت سافيو، أعتقد ده حق أصيل للمدير الفني. ما وراء الكواليس بقى هو أدرى بيها، يعني هو أدرى بيها كولر. كولر كمان من نوعية المدربين يا هند ويا أميرة، من نوعية المدربين اللي زي ما قلت لك هو ما عندوش لاعب واحد، هو اللي بيشتغل في التمرين وبيشتغل بجديه هو اللي بيكون متواجد معاه. شفنا كهربا بقاله فتره كبيره جدا كان ما كانش بيلعب او بيشارك في المباراه الرسميه مع النادي الاهلي، شفناه لما رجع كان لسه بيلعب امبارح. طبعا حقيقه، وده حقيقه، يعني ده شغل يحسب للراجل، يحسب كمان للمعد البدني اللي شغال معاه، يحسب كمان للمحلل الاداء اللي موجود مع كولر اللي هو ياسين المكاري اللي محدش حاسس بيه على الاطلاق. الحقيقه الراجل ده عامل شغل، وكل مكان انا بكون متواجد فيه باكد ان الراجل ده عامل شغل كبير جدا. ممكن الناس مش حاسه بيه، ولكن الراجل ده عامل شغل كبير قوي مع كولر، سواء في التدريبات سواء في المباريات، حتى في تحليل الفرق الاخرى. انا مش قلقان خالص مع بجد. الاهلي مش لا بجد ولا انا على فكره مش قلقان خالص كده معرفش خالص يا اميره، لا مش قلقان خالص مع الاهلي في ولايه كولر. طيب احنا معانا تقرير عايزين نشوفه، راي الناس بقى وتوقعاتهم بالنسبه للماتش. تعالوا نشوف ونرجع نكمل كلامنا تاني. بإذن الله الأهلي فايق، وبإذن الله يعمل نتيجة إيجابية بإذن الله، يعني إن شاء الله نطمع بالمكسب بإذن الله. إن شاء الله أنا متفائل خير بإذن الله تعالى يكون في نتيجة إيجابية. إحنا بنتوقع إن هو الأهلي يكسب، إن شاء الله فوز كبير للأهلي. هو طبعا الأهلي حضرتك معودنا دايما على المكسب إن شاء الله بإذن الله، فأنا أتوقع طبعا كالعادة يعني إن شاء الله الأهلي هيكسب. الأهلي دايما كده معودنا على النصر والمكسب إن شاء الله. ان شاء الله احنا نتوقع المره دي نحصل على ميداليه اكثر من البرونزيه، يعني اما المركز الثاني ما كانش الثاني الاول ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله اكون في المراكز متقدمه ونفوز، والاهلي جدير بناخد الاول المره دي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب وياخد نهائي كاس العالم. ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله، ويعني املنا ان احنا نوصل للنهائي.
والله يعني متوقع مباراه الاهلي واوكلاند سيتي انها تبقى مباراه مثيره ممتعه، وان شاء الله باذن الله هتنتهي بنتيجه 1-0 لصالح النادي الاهلي باذن الله. الحمد لله احنا مطمئنين جدا ان الاهلي يعمل نتيجه ايجابيه ونكسب المباراه ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم للانديه. احنا اعتدنا على المركز الثالث، ولكن ان شاء الله المفروض نحط الهدف الاساسي بتاعنا اول او ثاني. لا ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب، احنا ثقتنا في النادي الاهلي كبيره جدا، الحمد لله دايما مفرحين. الحقيقه ان احنا كمان ثقتنا كبيره، شفتي بص الجمهور كله بيتكلم بثقه غير طبيعيه. طبعا النادي الاهلي، النادي الاهلي يا هند، يعني بصي تخيلي انت كده، شوفي سواء سيدات او رجال شوفي بيتكلموا ازاي وشوفي الثقه، شوفي الثقه الكبيره. لا هو الاهلي خلاص عدى مرحله ان احنا نفسنا نكسب، لا يعني احنا خلاص في واحد بيقول احنا تعودنا على المركز الثالث بس احنا خلاص بقى صحيح احنا تخطينا المرحله دي، احنا بقى بنبص على اللقب. تخيلي انت النادي الاهلي رايح للمره الثالثه على التوالي ورايح للمره الثامنه في تاريخه وبيبص على اللقب وبيلاعب متصدر الدوري النيوزيلندي اللي هو اوكلاند سيتي، يعني الاول هنا بيلاعب الاول هنا. انت فاهمه؟ عايز اكلمك عن اوكلاند سيتي. طبعا اوكلاند سيتي المدير الفني طلع وقال انه الاهلي هو الاقرب للفوز. حلو جدا، صح كده. في ناس طلعت قالت لا ده يا عم ده بينيمك، ده مش عارفه ايه. انت شايف تصريح زي ده ازاي؟ بص هو الاهلي مش من نوعيه الانديه اللي ممكن تصريح ياثر فيها. لا الفريق اوكلاند عمل معسكر بالمناسبه ببرشلونه وكان معسكر ناجح جدا. اوكلاند سيتي المركز الاول في الدوري النيوزيلندي لم يهزم، لعب 9 جولات كسب 8 جولات وتعادل في لقاء وحيد. الحقيقه فريق محترم جدا، معاهم مدير فني ايضا محترم جدا. المدير الاعلامي كمان بتاعهم طلع وصرح وتصريحات مهمه جدا، قال لك النادي الاهلي قوي جدا، النادي مميز جدا، معتاد ان هو يشارك في كأس العالم للأندية، حظوظه الأقرب والأوفر للفوز، نتمنى ان احنا نعمل مباراة كبيرة امام النادي الأهلي المصري. تخيل انت لما الكلام ده يجي من الفريق المنافس او من مدرب الفريق المنافس او من المدير الإعلامي للفريق المنافس، اعتقد دي بتبقى حاجة مهمة جدا. وخليني اكمل لك على النقطة اللي كنت بتتكلمي فيها هند، ان هل الأهلي بينام كده؟ ما اعتقدش. مش الاهلي يعني مش الاهلي اللي بيأثر فيه تصريح منافس. لو رجعنا خلاص احنا يعني احنا متمرسين، يعني عارفه انت بطوله كاس العالم للانديه بالنسبه لنا احنا دلوقتي بقت زيها زي الدوري المصري او دوري ابطال افريقيا. خلاص احنا بقينا متمرسين، مش بقينا بقى ضيوف على كاس العالم للانديه، لا زي انديه تانية، لا احنا بقينا متمرسين انديه تانية اللي هي في افريقيا وفي اوروبا، يعني احنا خلاص احنا بقينا ضيف دائم في كاس العالم للانديه. فانا مش قلقان على الاهلي. لما كلمتيني كمان عن كولر وعن المعسكر اللي هو عمله وعن القايمه، قلت لك انا مش قلقان مع الاهلي تحديدا في كولر، وانا بحيي العين الخبيره العين الخبيره، وكل مره باكد لك اللي جابت كولر. الحقيقه احنا دايما احنا عندنا كاريزما خاصه مع المدربين السويسريين. لو رجعنا فايلر ايضا كان الاهلي عامل اداء ولا اروع من كده، كان الاهلي ايضا عامل نتائج ولا اروع من كده. لو رجعنا الفتره دي برغم الصعوبات اللي الاهلي كان بيواجهها سواء في الدوري المحلي تحديدا او في كاس مصر، الى ان الراجل ماشي بخطه ثابته جدا. الراجل تقريبا عامل العلامه الكامله في كل المباريات اللي شارك فيها باستثناء مباراتين تعادل فيهم على ما يعني على ما اتذكر. انما الراجل ماشي مع الاهلي بشكل كبير جدا. فريق اوكلاند سيتي زي ما اتفقنا فريق محترم، فريق يملك عناصر مميزه جدا، عندهم خط هجوم قوي جدا. تادي اللي هو المهاجم بتاعهم ده كان بيلعب في صن داونز، هو مسجل 10 اهداف مع اوكلاند سيتي، هو الهداف التاريخي بالنسبه لاوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه. اعتقد هتكون مباراه كبيره جدا، مش مباراه يعني اللي هو نقدر نقول هتبقى مباراه هاديه، لا ده الفرقتين نازلين كل فريق عايز يسجل وعايز هو ده بقى اسلام ان انا عايزين كده ايه تدينا الخلاصه، عايزين نعرف طريقه لعب الفريق، ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف بتاعتهم، ومين اللعيب اللي نخاف منه، يعني مين احنا ما نخافش من حد طبعا، بس احنا بس بنحب نوضح الصوره يعني حساب سنه نعمل له حساب سنه حساب. مين اللي نقلق كده؟ ده جامد جدا. بصي فريق اوكلاند سيتي بيلعب بتكتيك 4-3-3 واحيانا بيقلب الخطه ل 4-2-3-1. عندهم خط هجوم قوي جدا، عندهم طاديه اللي انا بقول لك عليه ده مهاجم قوي جدا، عنده 36 سنه او 37 سنه ولكن مهاجم شرس جدا على المرمى. اعتقد ان احنا عندنا من القدرات ومن الكفاءة ان احنا نقدر نوقف
الخط الامامي طبعا احنا عندنا ما بنهزرش يعني احنا ما بنهزرش في خط الدفاع تحديدا نمسك الخشب. عندنا عناصر مميزه جدا، عندنا كمان نوعيه لعيبه جوكر تقدر تحل لك اي مشكله يا هند ويا اميره في اي وقت. يعني انت لو جبت خالد عبد الفتاح قلت له العب سيرد باك، مش هقول لك بقى قلت له ارجع يلعب حارس مرمى، لا، خالد عبد الفتاح من نوعيه اللعيبه، وانا كنت براهن عليه هنا من خلالكم، قلت لك من نوعيه اللعيبه المميزه جدا. عندنا كمان خط دفاع قوي جدا يعني ما شاء الله. نمسك الخشب، كولر عامل كوكتيل. طب ده انت خايف من المهاجم ده؟ احنا عندنا هو خط، ده اقوى خط. بصي مين تاني عندك؟ عندهم خط وسط، عندهم خط وسط الى حد ما. الاهلي لو مسك خط الوسط عندنا احنا اعتقد ان الموضوع هيفرق تماما. عندهم خط وسط الى حد ما مش بقوه خط الهجوم. عندهم اتنين باكات الاهلي يقدر يشتغل عليهم ومن خلال قناه الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله. لو معلول ومحمد هاني فايقين خلال اللقاء بكره ان شاء الله وخلال سير اللقاء اعتقد هيفرقوا معانا بشكل كبير جدا. الباكين عندهم دايما طايرين، فاعتقد ان احنا هنلاقي مساحات في الخلف. عشان كده بقول لك لو علي معلول ومحمد هاني ان شاء الله باذن الله في الميعاد وفايقين بكره اعتقد ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا. وجود عندنا بقى حته راس الحرب احنا بالنسبه لنا احنا دي هتفرق معانا جدا. اتمنى اي لاعب طبعا هيشارك بكره طبعا اكيد بكل تاكيد طبعا احنا في ظهره وداعمين ليه، ولكن وجود كهربا بكره كراس حربة اعتقد هيصنع الفارق بشكل كبير جدا. وهاجي لك بعد كده وهقول لك فاكره. شايف من وجهه نظرك الخطه الامثل اللي يلعب بيها كولر بكره قدام اوكلاند سيتي؟ بص احنا دايما يعني احنا بنلعب 4 2 3 1 او 4 3 3 احيانا يعني او 4 4 2 يعني زي ما هو كولر. بصي ما فيش حاجه، هو بياخد المباراه على حده يعني ما بياخد كل مباراه على حده. دايما ممكن يفاجئك يلعب باربعه ورا، يلعب بثلاثه ثلاثه اثنين واحد. انا اعتقد ان بكره كولر هيبدا باربعه اثنين ثلاثه واحد، اربعه اثنين ثلاثه واحد اعتقد. وجود الشحات ووجود احمد عبد القادر ده هيفرق جدا على الاطراف، خاصه كمان وجود محمد هاني وجود علي معلول زي ما اكدت لك يا هند واميره هيفرق. هيبدا بالشحات ولا تاو؟ لا اعتقد الشحات. طاهر بنسبه كبيره اعتقد الشحات. طاهر طبعا راجع من اصابه. طاهر راجع جعان كور زي ما احنا بنقول يا اميره. عايز يلعب، ولكن اعتقد الشحات هتبقى فرصته كبيره جدا. احمد عبد القادر ايضا هتبقى فرصته كبيره. كهربا، بصي لو اتكلمنا عن التشكيل انت عندك كوكبه من النجوم، هتحتاري بجد والله، هتحتاري تحطي مين يعني من خط كل مركز, كل مركز. يعني انت هتحتاري. انت عندك في اليمين محمد هاني. طب انا هقول لك حاجه اسلام، حط لنا التشكيل كده طيب اللي نفسك فيه، اللي كلنا نفسنا فيه. بص يعني لو جينا طبعا في حراسه المرمى محمد الشناوي طبعا لا جدال طبعا. الاثنين بقى اللي هم في قلب الدفاع ما اعتقدش ان ممكن يبدا بخالد عبد الفتاح في قلب الدفاع، انا ما اعتقدش. ولكن لو قلت لي تتمنى اقول لك اتمنى خالد عبد الفتاح لو رجعنا المباريات اللي فاتت في الدوري اثناء الاصابه اللي ضربت طبعا خط دفاع الاهلي بالكامل وعدم وجود ياسر ابراهيم. خالد لعب واجاد جدا وخد كمان رجل المباراه خلي بالك في المباريات اللي فاتت وكان مميز جدا مع النادي الاهلي. ولكن لو جيتي كلمتيني اعتقد ان رامي ربيعه هتبقى فرصته كبيره جدا. ياسر فرصته ايضا قويه جدا. خالد عبد الفتاح لو سالتني بقى انا شخصيا هقول لك ان ثنائيه خالد عبد الفتاح مع رامي ربيعه خاصه المباريات اللي فاتت ناجحه ناجحه بشكل كبير جدا. والحقيقه شايفين كمان حاجه مهمه جدا البعض ممكن ما يكونش واخد باله منها، ان خالد بيطلع بالكوره من تحت، ودي كانت نقطه الاهلي مفتقدها الفترات اللي فاتت. وعشان كده لقينا كولر برغم ان خالد لعب في المركز ده اجباريا بسبب الغيابات اللي ضربت الاهلي، ولكن هو لقى ضالته في خالد عبد الفتاح. فاعتقد وجوده في المكان ده ووجود هاني في الباك رايت اعتقد هيبقى وجود مهم جدا. بنشوف ممكن كمان خلي بالك احنا كنا اوقات بنشوف محمد هاني بيخش في مركز السيرد باك ده وخالد ممكن يطلع باك رايت. فاعتقد ان الحته دي بنسبه كبيره بكره ممكن يبدا برامي ربيعه وياسر ابراهيم، ده لو ما فاجئناش وحط خالد عبد الفتاح. كمل التشكيل اللي انت عايزه. كمل. علي معلول في الشمال طبعا، هاني في اليمين، الاثنين اللي في الدفاع ورا هيبقى رامي ربيعه ياسر ابراهيم. اليو ديانج حمدي فتحي بنسبه كبيره، اليو ديانج وحمدي فتحي.
هيبقى بقى في الثلاثة اللي هم تحت راس الحربة. بصي بقى هي الحتة دي بقى اللي تحيرك. ايوه تحيرك يعني. انت بصي انا اعتقد الشحات حسين الشحات حسين الشحات وطاهر ممكن، بس ما اعتقدش ان هو هيلعب الشحات وطاهر الاثنين مع بعض يعني في نفس في نفس المكان. قفشه طاهر هيبقى الشحات وقفشه. الحته بقى اللي قدام دي انا بالنسبه لي لو سالتني هقول لك كهربا. كهربا صح. كهربا هو الاساس تحديدا في المباراه اللي تحديدا فايق. فايق ونفسه احنا عايزينه والله يعني نفسه مفتوح يا هند وامير نفسه مفتوح عايز يسجل. عارفه انت اللي هو جعان كوره بالبلدي جاي كده من التدريب ما تحسيش ان هو قاعد بقاله بتاع كام شهر. انت تحس ان هو كان بيتمرن مع الفريق وكان بيشارك في مباريات رسميه الفتره اللي فاتت. جه سجل في مباراتين متتاليتين. تخيلي انت لما يفتح لك مباراه بحجم مباراه الزمالك ويسجل اول اهدافه ويكون سبب مؤثر بشكل كبير جدا ان الاهلي يطلع بالنتيجه الكبيره دي وبالسكور الكبير ده برغم الغيابات اللي كانت كمان الاهلي كان واقع فيها. انت تخيلي ان الاهلي كان خط دفاع بالكامل غايب. بص الصوره اللي معانا دي صفحه الصفحه الرسميه لفيفا كاس العالم. الحقيقه حاجه عظيمه. من يملك ثلاثي كأليو ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي في خط وسطه لا يخشى اي خصم. الاهلي مستعد لكاس العالم. تحتاري يا اميره ويا هند. لا تعليقك ايه على انه الصفحه الرسميه لكاس العالم للانديه تنزل حاجه زي دي؟ انت تخيلي ان هنا في ناس يعني في ناس مش عارفه او هم عارفين قيمه اللعيبه دي او قيمه حجم ان الاهلي في كاس العالم للانديه وما بيتكلموش عليه بالطريقه الجميله اللي احنا شايفينها دي. تخيلي دي صفحه الفيفا الصفحه الرسميه للفيفا. ايوه ما هو ده. انت متخيله الناس بتحتفي بالنادي الاهلي ازاي؟ عشان كده لما بقول لك النادي الاهلي مش بقى ضيف، لا ده بقى خلاص بقى عنصر اساسي. احنا خلاص يعني هي بقت لعبتنا كاس العالم للانديه. بقينا دايما موجودين زيها زي الدوري المحلي زيها زي دوري ابطال افريقيا. احنا عايزين حاجه واحده، عايزين كاس العالم للانديه، عايزين اللقب. بصي لو سالت اي حد من جمهور النادي الاهلي وهم يعني متابعينا دلوقتي هيقول لك نتمنى لقب كاس العالم للانديه. هو ده اللقب اللي ينقص النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيشارك. طبعا بجد طبعا. يعني ان شاء الله احنا بنتمنى كل التوفيق وان شاء الله الاهلي هيجيب لنا اللقب وهيجيب لنا الكاس. انا متفائله جدا. وانا جدا ان شاء الله جداً. نتقابل الاسبوع الجاي كده واحنا محققين انتصارات كتير. يا رب. اللهم انت نورتنا جدا يا اسلام. انا اللي كنت مبسوط معاكم حريفه ان احنا كنا ان انا كنت موجود معاكم النهارده. مبسوط ان انا كنت موجود في بيتي قناه النادي الاهلي. كل مره بكون موجود معاكم بكون فخور في القناه العظيمه دي وبشكر طبعا كل فريق العمل والاخراج وبشكركم انتوا شخصيا. احنا بنشكرك جدا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. استنوني.